فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معانا على التليفون. أهلا بسيادتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم، إزاي حضرتك يا فندم؟ يعني طبعا ما يعني قلت أتكلم لما لقيت البنت بوسي بتتصل وكده. إحنا نتشرف. هو أنا عشان أشكرها على جديتها وعلى اللي هي الست اللي بنت البلد اللي ما بتتخلاش ابدا عن اسرتها وعن اهلها وبتكافح في مهنه قاسيه وصعبه، يعني قلما ما يعمل فيها حد. فكان لما لقيتها انها موجوده على التليفون معاك قلت ما يصحش ان انا ما اكلمش. يعني اولا انا بشكرك على التقرير وبشكرك على ان انتوا بتجيبوا الحالات ديت، وانا يعني انا ببقى بعمل وبولع التلفزيون، تيجي حاجه قدام مني اقول فرصه جميله ان انا اشوف اولادي واهل بلدي بيعملوا ايه، وبعدين لو في حاجه نقدر نعملها طبعا بنبقى بنتشرف ان احنا نعملها. انا بقول للست بوس يعني ربنا يديك الصحه ويكرمك ويوفقك، وكل اللي انت عايزاه ان شاء الله نعمله، وربنا يعني يعينك على يعني سامع ما شاء الله اولادك واخواتك الاولاد والبنات يعني 14 بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ف ده حمل كبير قوي، حمل كبير قوي، واحنا كنا نساهم او نشارك يعني في تخفيف العبء عنك شويه، ده واجبنا وده حقك علينا، او حقك يعني حق كل انسان، كل انسان في مصر ان احنا لو في فرصه ان احنا نساعد نساعد. يعني انا بس ده سبب الاتصال. يعني والله يا فندم اولا احنا نتشرف دايما بسماع صوت سيادتك، وهل وقت حضرتك يسمح بسؤال او اتنين يا فندم؟ 10 أسئلة. الله يخليك يا فندم، ألف شكر لحضرتك يا فندم. أنا مش عايز طبعا أثقل لحضرتك، خصوصا لحضرتك أشرت إنه ببقى قاعد بشتغل وفتح قدامي التلفزيون، فكده الواحد لازم ياخد باله بقى في كل حاجة عشان ما نقولش حاجة نلخبط بيها الدنيا. ربنا يخلي سيادتك.